أنقذني يا رب وخلصني يا رب، أنقذت شعب حزقيا وأورشليم من أعدائها. بيمينك أنقذنا يا رب من كل اعتداء يداهمنا. من أعماق قلبه دعاك داود فاستجبته وأنقذته من أعدائه. كنيستك تدعوك يا رب لتزدهر في سلامك. المجد للآب والابن والروح القدوس، مريم الباتول ملجأ حاصم، شفاعتها تحمي المؤمنين. وتباركهم لكي يثبتوا على الحب والوفاق.